السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم فيديو عن أحد رحلاتنا بالدنجن أو الإكسبيديشن الأول بلعبة نيو وورد، مسجلها أثناء بث تويتش. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك. ها شباب، وين الكتاب اللي تقولون عنه؟ ما شوفه قدام هنا. اقرأ هذا. إذا أنت قاري ما منه فايدة أنت ما قاري. يلا شباب، يلا شكرا يا 17 خبرة حلوة. يلا خلنا عشان ما يشوفونا أجد اسمه. إيه كذا يا شباب، هذا فريق الزاحف كذا. أنا قمصة سودي بلا راح درى عنا ولا لا. جاء حق من اللي يجي حق واحد. خلو كملوا أنتم، كملوا طريق الربع، كملوا طريق. كافو سوجي نوب، ما يخاف. انبط يلا لا يبا، انا ما اخاف من هذا. سوجي، هذا سوجي العيال هلب يعني. ايش سويت انا بعد؟ ما ادري ايش سوى بعد. طحت ولا امان؟ ايش صار لك؟ طحت. مات طاح، مات. الله يهديه. سوري شباب اني اكل انا هنا. اكل قدي الامراض اخي. هنا ابو كلب يا الله عليك يا اخي، يسكت خاش في عينه ويقول لي هنا ابو كلب. الحين ما هيلك يا شيخ ابد عني. لا بس يعجبني الهيلث 10% زياده كله منك استاذ سوجي، استاذ شاركس. يا ابي اذا مسكت العصا بس اتوقع لو فكيتها الحين شو غير. اي راحت خليك على العصا لا تغيرها. يا ابي ما صدحنا بطراش من فوق سوجي، في اعداء صار ما شاء الله عليك. طراشه ثقيله هاي بطراش. هذا وين انتظرون جايكم سوجي. انت احوال سوجي انا احب الدمجيو. يبي اسحب وين وين؟ عطني والله يا سوجي انك. انا اللي باخذ السيلفر، انتوا قعدوا بس لا تخلوني اقلب عليكم وانا اللي اخذها. كان راح اخذ الشانكل. شباب نبي ايرون. هلو. ايوه طقه الا طقه. جيبه خليت توقف. خل انا ايرون بداحم غلا. هذه حركة انه مالي خلق يشتغل. يلا خفاش طولنا عليه. ايه شباب خلهم ذول، انا بتفاهم معهم الحالي. يلا خلو روح يمين. انا بتفاهم معهم. لا تسحبون اللي وراك، والله رحمته والله مات. يا اخي الشبح معطيه افضليه الشبح. انا يا عمي يا عيال هيه هلب تعرف رفيجك قتلت يوم قتل الثور الاخضر عرفت. دخل عليك بداحه سوجي يا وسخ. رايح تسحبهم يا فاهي. راح اكسر رسبون. اكسر سوجي، ما عليك. انا وياك رفعت الساف عندي لشو اسمه. انا جاك قبع. يلا يعني سوجي وين؟ ما حد جاني. انكسر. كسرتك هذول عاش. ترى الباقيين دمهم شوية. يلا اذبحهم على ما لوت. انا هذا جاني واحد يا سوجي. هم كلهم يروحون عندك. تعال جيبهم عندي. طيب كفر لي تكسب هاي. اصبر يا عيال شبحان. يا عيال هلب. الو هلا والله عليك. جايك يا رجال. بس يملى حالي ذولي. تركيز لا تموت سوجي. هذا تعال اخر ايامك اموت. انا اعطيته اعطيته ستان. شبح يقبع ابن الذين. تعال بالقنبل على راسك يا زفت. سوجي انا منخشر العمود. دير بالك لا يلتفت علي. ترى اموت على طول. اي اشوف تعال نبي اللوت. الزبنة ما شلونكم يا الربع؟ ما عندك ايش؟ سكالفا عاشر مالف الا يقتلني ذول. هاك النار من بعيد. ما حشته خلاص. ما عاد فيه بزه. خلاص عاد. حاضرين هذول يموتون من الثلجية أكثر شيء. ما
افاد استن الشبح يا عشان كذا بطقن بالايس ستان بالفاير ستان. حلو ما في صناديق شيء. لا انا مش ايه تحت تحت يا شباب الصناديق اللي بي خلنا نذبح هذا دقيقه بس نسطر ذا بودي وين حموت انا وين البوس تبوي جو الزومبي جو الزومبي الشبح ورانا الشبح وراي بعد قاعد يمحطني الله يلعن بذبح الوحش كثير مات 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 يا شباب مات كفو 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 صوت ما يعطيك العافيه هلا جاء شبح ثاني يا عيال هذا هو نفسه هذا نفسه ما بدي شو الدائره يا رب هذا ليه حاقد علي هذا ليه حاقد علي زين حاقد عليك يطق لي انا ليش الحمد لله هذا اللي انا ابغاه اثنين ثلاثة جو جو حلو اجتمع كل واحد لون يا سلام هذا اللي ابيها هذا اللي قاعد انطره طول الوقت يعني اوه شيت معاك معاك عيال هذا بطاني وش الحركة والله ابو طراش اذا تتعبون غثيث ده غثيث طاح طاح اخطيته هو قدامي ايش تني نو ذبحت المنطقة خليته انه يشطب وشي في شبح ويفوق في احد يصارخ فوقنا او اخذ اللوت اللي تحت ولا نخليه بعدين يعني لا تحت تحت كذا كذا راجعين ما ادري في زومبي هنا واحد سكال بطاقة يا ريت لو يحطون سباحة في اللعبة ليه ما اخذت السيلفر اللي وراك يا ريت جالس ياخذه لا ثاني هذا ما ثاني حركة دي تشيك الأسلحة اللي طلعت لنا وووو سكالب شلون وضعك؟ تمام شباب من عجل اللي فوق؟ وحوش تعالوا وحوش افزعوا تركيز يا شباب تركيز بيموت ما يتكلم جايك جايك يا ربي يا ربي تقدر عليهم تركيز ولا تركسه جيك ايه قدرت عليهم ما عليك جاي افزع لهم عليكم يا شباب هذا صاروا تعالوا شنو ايه زين والله ايه اقدر عليهم يا جماعه هو قاعد يحاول قاعد يلف بالمسكين مشينا تحت مشينا يلا يلا عرفت اجل هذا شنو الدمج الشبح الشبح يسوي ما عليك جاي هذا هذا قاعد يطقني قاعد يطقني جوف جوف ذبحني ذبحني ما عليك الحين 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 موته انا اللي قاعد يطقني هل ليفل 50 عليكم ذبحته يا شباب كفو 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 ذبحته يقلع بليس يلوت الوسط مبسوط اسكالفو مبسوط شنو يلا يلا روح روح عليك روح السوشي سوشي ابغى اسوي هذا يا شباب يا اخي راح يهجم عليك يا اسطوره خلو 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 خلونا نروح جيبوا جيبوا عندي جيبوا عندي جيبوا عندي سوشي اوكي خشوا على نقادة يا رسبون رسبون يا شباب كسروا رسبون كسروا رسبون يا شباب عارف كسرهم كلهم ودمج البوس وكل شيء كل شيء يا شباب دمر دمر كفو يا شباب التعاون كفو ايش كنت تسوي؟ ما رد علينا كنا سكت خلاص كذا كذا شوف شوف في شبح يسار يا عيال في شبح يسار لحظة
عليهم النار هذه. شباب هذا شباب هذا غير ذا يلاد ابو امسكه لا يزبط. عاش عطنا مكان عطنا زون ايه يلا سيكلي في جراند ما ادري شو اسمه. تعال هيا ريكس هلا هيا لك لعبيشك بس دمك طاير وانت طاق خش فوسطنا ذا. ايه مالك الزومبي سهل الزومبي ثلاث طقات يموت يمكن في جزء تحت طل تحت سكال بنزل شيء كذا فيه وين صدق ذا روح لا ترى دقيقة بس برمي لهم قنبلة يلا ماتوا. واو بقمة ما اعرف الرتبه طفيها يا ولد والله هذا فكرت مين شنو هذه حاطتها فوق هلا في الدوم ايش فيك كذا حدين لحالك كل مكان قول نووي شارس ها كل مكان عمي سلام هيرا شباب ما فتحت الهنس الله يصلحكم ايه روح هذا شغل لا تروح كلكم خلكم في الباب ترى انا بروح سكالفو تعال عشان انت تدخل على طول انا بحميك عرفت صد الباب هذا مقفول طيب ما راح يرسبون على راسي يا عيال تركيز روحوا هناك ليش مو بيرسبون مرة الرجال بيموت الهيلر حقنا يا شباب يا رجال يموت يا رجال توزعنا اي ما راح يجيك هيل عادي لا يقدر يجي كل ثقه فيه شخص عاد قلبه انت رح على طول هنا عشان تفتح ذيك يلا مجانا يلا بجيب لكم الشبح جيبهم كلهم انا جايب الشبح انا يلا هتنفتح لازم نذبحهم كلهم رايحين يكلي عشت والله يا هو يصور بس حط لي ارض ها ايه ملك بس خلنا نوصل وحط لك ارض تعال بسرعة بسرعة ورا شوي صح اوكي الله متنا اوكي النكب جايكم مات الشبح مات الزومبي باقي شبح ثاني احمر الشبح الاحمر باقي الزومبي بالثلج باقي الزومبي وراكم في الباب راح هذا ثلج ها بسرعه يا زلمه حط لنا قاع شكل كرون احلى شيء ان هذه لما احطها واحددها يكون عليك على طول فانت ما يحتاج قول له والله بغينا ورا كنا في صندوق مشكله اوكي يلا شغلتهم في وحش رسبا عند تريكس وحش رسبا يرسبون بكل مكان يرسبون الوحش ترى تجمع عنده فوق الله تحت تريكس تحت مو فوق ايه خليه يصعد فوق
فورتشن تسكنا منه. هلا شباب. حطلنا مشكلة اثنين لهم علي يا اخي. ما اقدر باقي ما على. يا البو لا حول ولا قوة الا بالله. وقتك يا البوس. قول لن 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 لن. شباب انا اتخيل ولا دمجهم صار اقوى؟ لا لا نفس بس لان قاعد نسحبهم كلهم. كنا نطغي شوي. ايه. دير بالك اكسبلوسف واحد فيهم اكسبلوسف. اوه مش متنا. عالي البوس انت. بسرعه بسرعه. يا اخي احسن ميزه هذه الهيفي اتاك بالستاف ما يكلف ما انا بس لا عشان هي كولدان كولدان يا شباب يلا يلا اول ما يبدا فايت ابو داحم بعطيك اياها اوكي صبر 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 يا فضحتون انت وبتجيبوا لنا البوس روح له روح له تريكس شفت جابها تريكس كله طردها جيبوا له الفخ خلوه يعلق شوي اوكي انا طحت على سما يا عيال طحت على سما وطقني في زعل اوف سما الكريم خابوهم ما يطلع كذا سما ليه هم طلع هاي طلع ياكلون عيال اه في زومبي ايه طلع اسحبهم يا الوطن يا الوطن جاتك الخير خيرين جاكم الباتمان عيال جاء عندي هلب ما عليك جايك رجع لابو داحم هيلو هيلو على الذهب اصبروا بجيب انا الشبح ايش اعطوا طب علي هاي والله نزل على طول علي انا سريع لا والله اعطيت استنى يا شباب تكفوا والله يسعد مشان نضرب هذا الصغير ذا الورق شوف ايش حليله قاعد يحسب الحصى زعلته يا شباب من اللي زعله؟ فريكس ما ادري والله اعوذ بالله شوف فريكس ما ثبت له حاجه ليه يطق كلب لانك تكذب طق لك هو ترى قاعد يلحق واحد بس ان الواحد قاعد يدش فينا الحين البنفسج الكريه يا جماعه والله زين بس خلونا نروح لليمين واليسار بعدين رسبنوه فتره رسبنوه الحين ليش ما نجيبهم كلهم مع بعض عشان نموت مع بعض اي نتوفى لا في واحد هنا بعد اي في واحد نايم هذا ترى في صندوق يمين اتذكر اي لا تعال ما يمدي نفتح الحين صح؟ لا ما يمديك اوه طلع لي لوت زين يا ابوي خلنا شيء الهيل هيل 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 يا عمي دوخني لا صار سهل هذا صار يدغدغ يا عمي الحركة بس لازم اطقه وش قالبه بسوي حركته بعد 5 ثواني مستر هيل ترى المفروضك دايرة علينا تضرق عليك يلا لا انا حطيتها عند ذا عشان المان انا عندي ايه انا تانك طيب يلا انا قاعد اهيلك كل هيلي يا هاي ما ادري انا اشوفه قاعد ينقص هيلي مو قاعد يزيد وش اسوي عاد يدمجك
يا الله هذا مش طويبة. انت ما شكلك ما تبغى هي، انت خلاص تخرب العلاقة انت شوقي. حركة بعد خمسة الحين. ها آه. لا ما جت مرة. عندي تعال تعال عند الدرج. علي علي فوق الدرج. عندي اعتقد ان ابعد واحد تجي عنده شاركس. خليك بعيد. لا او جت لا هذا اللي تنتشر هذا اللي تنتشر ولا شنو. اي والله لا ما اي جت ولا استخدمت لي بوشن. عندي فوف يا طيب ما اشوف. حركه يا اخي احنا ما فيها الحركه اذا سواها ما يتحرك من مكانه فتقدر تعطيه الدمج العادي. اوكي حلو خلاص قضينا تسعة. هلا والله شباب. اوه البوس يا شباب جاء. حطيت بوس انه طلع ابو طراش داد. خل نذبحه. مات يا رجال بلاد. لا عشان ما يشغلنا سوجي يقول ما تحط الدائرة عندنا. ما شباب فعلت الديفنس فورميشن. زين تسوي تعال يعطيكم باف. صرت حولي المفروض تطلع لك الحين شخصيات. انت حولي. لا انا بعيد عنك. طلع للدائرة ثانية. تشوف السيف. شوف لو تروح عند الديفندر تشوف اخر واحدة هذه هي فتحتها. بادي اي واحدة الديفندر اي اخر واحدة. ايه ده والله قريبة حيل هذا ما تنفع. هل تقفوا بعدين يا الله البزر والله انه بزر. شباب ما تلاحظون شو اسمه يسوون سلبيات اكثر. اول كانوا بس شو اسمه سم الحين صاروا يعطونا تبطيء وما ادري وش ولا ما حد انتبه. كل مره يعطونا بس انت بتكون احنا اقوى الحين يعني المفروض ولا انت انتبهت لها يعني الحين. سوجي سوي بلوك. شو الدارس ايه هذا ايه تمام. شوفون شباب هذا هو خليكم حولي مو كبير حيل يعني. ايه شوف اعطيك باف درع وفلت. يلا يا شباب مو باف للدرع نقص الدمج كله بس انه لازم تسوي بلوك. ها سوي لكم بلوك يا شباب. يلا ها شدوا حيلكم يا شباب. خلصت ماتوا خلاص تكالبوا تعال هيا. طيب اوه البوس شباب تعال اصبر صبر بوس. يلا خلنا نجمع مانا شوي كلنا يعني شيلد لك لو تبايا يا وش يحطها في الشات اشوفها راوند. عطني اياه مو بشين. وين سوي لي تريد. والله اللوت اللي يطيح لي غريب حياتي. ما هو كويس مره. الله يهديك وراك كنسلت. بعطيك السيوف اللي عندي لو تحتاجهم جرب. وهذه حاجة غريبة خاصة تستاهل. كالبو المسكت حقك كم جيرة؟ ها ايت واحد تعال انت المسكت بيت. ايوه تفهم قناعة قصدك؟
ليه بروح لهذا واحط ال البندق احط البندق 335 اجا خلاص لا اصبر اصبر لا حول ولا قوة الا بالله انا رميت الشيت في الارض وش فيك يا ادمي حول ولا قوة الا بالله يا اخي اضغط شفت رابع مرة ترى تسوي تريد يبي يرقد يبي يرقد ايوه عطني درع عطني ما اقدر احط الدرع ما ادري لا جا شكله خاص فيك ما حطيته عندي شلون خاص فيك كومبي جو ايه هذا لوت خاص فيك انت رغم لما تدخل الدنجي مو بيقول لك ايه هذا وانا ما حطيت الارمر حق الفوكس كامل ايه كامل حط الحمد لله اه حلوه سالفه البلوك هاي يلا يا شباب اللي يبغى يجيه بك يا عمي ما راح نكون حولك الحين صدقني ما عليك نقدر عليه بس خليني اجيب الزومبي اللي هنا ما شلناهم بقي واحد لا حد يطلق على ذاك بالغلط يلتفت انه لا 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 لازم يلا لا 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 ما راح يتدمج الحين تعالوا شباب اقربوا منه طقوه لانه بيركض اول ما بيجي بيركض لا الحين ترى عنده فاير عد له الخمسة من الحين واحد اثنين ايوه طقوه يلا يا بنت ايس ريزيستنت كلب ما تدمج كثير اوف يا جماعه دمجناه كثير باقي تونا بدينا سكالفو بحط لك دائرة خلك انت جايك سكالفو لا لا هج سكالفو هج اوه قبعني شيل مولا يا الله الزومبي ذا القم وراك زومبي قبل شي كان يلاحق بس راحوا السلام عليك يا زوجي قوي قلتش شو جماعة هلا صح جاين انا حطيت عنداره يا شباب اللي يقدر تعال تريكس هنا اوكي ما انا فضت عندي زومبي جو علي يا شباب بيموتوا عطم بس شوي راح الحين بأثر قال شوية يا خاص علمني لا تفل ها مبارك الو اوه اوكي ترى مركز مع شوجي اكثر شيء انا الحين كذا قنبله كفو نووي
اوكي الحقوني الزومبي بالله امسكوهم عني عشان كذا ما راح اقدر هي باقي لنا شوي قاعد يطالعني لا لا ركز علي ما عليك شوف شوف لا جوك الزومبي جوك الزومبيات ما يطلعون الجو عنده ما يطلعون اعطيهم كل الدمج لما شوية ما عاد بقول له شوية يا شباب طقوه ايه بليز يا عمي ريكس عاد لا تستعجل كذا يعني خلاص ايزي كفو يا شباب ويدرو يا الاغراض كفو يا شباب كفو لا ايزي يا جماعة انا حسيت الليفل مو بواطي مرة خلنا ندخل 35 جرب